إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. زيارة سوهاج إن شاء الله هتكون يوم واحد بس لبضع ساعات، يوم الأربعاء 19/7 الشهر ده إن شاء الله، علشان نعمل الحقن والتردد الحراري والتسليك بالقسطرة وحقن المفاصل والركبة والتردد الحراري وكل الحاجات دي للمرضى اللي مش قادر انه ينزل القاهرة. تمام، الكشوفات هتفضل ان هي تكون قبل الزيارة بالانترنت، حضرتك وانت في البيت اقدر اشوفك واكشف عليك عن طريق الانترنت. تمام، بدل ما تيجي مشوارين، مشوار علشان تكشف وتاني يوم تعمل الحقن والتردد، يبقى هي زيارة واحدة. بعد ما حضرتك تكشف وانت في البيت بتاعك تشرفنا، عارف انت هتعمل ايه، عارف التكلفة هتبقى قد ايه، مقرر انت هتعمل ايه، ومش هتضيع وقتك خالص. ان الاوان ان اهل الصعيد يعتمدوا التكنولوجيا الحديثة علشان يرتاحوا زي بقية الناس، ما تبقاش العادات والتقاليد بتاعتنا القديمة مسيطرة علينا وبتكلفنا فلوس كتير وبتكلفنا مجهود كتير وبتكلفنا بهدلة في المواصلات كتير. أتمنى أن تكون رسالتي وصلت، وأتمنى أن احنا نستفيد من الزيارة دي، وأتمنى أن احنا نستفيد من التكنولوجيا اللي ربنا أنعم بيها علينا في خدمة أهلنا كبار السن وأي حد متألم مش عايز يسافر أو يتكلف مشاوير كتير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عندنا برضو أنوه علشان بعض الناس بيستسهل ويتصل بأي تليفون، عندنا رقم تليفون علشان تكشف، الرقم ده الرقمين فيهم واتساب، حضرتك في رقم علشان الكشوفات ابعت عليه واتساب انك عايز تكشف وهم هيتواصلوا معاك اول ما يفتحوا الرقم، وفي رقم تاني علشان تحجز الحقن والتردد الحراري في الزيارة. ارجوك ما تستخدمش الرقم ده بدل ده، الرقم بتاع الكشوفات غير الرقم بتاع حجز الحقن والتردد الحراري، وما تستعجلش ان حد يرد عليك، ابعت الرسالة على الواتساب وهو هيرد عليك تاني يوم بعد ساعتين بعد ثلاثة، لكن مش هو ما ردش عليك تقوم متصل بالرقم التاني. بيحصل لخبطة كتيرة جدا في كل زيارة من زيارات الصعيد بسبب الاستعجال وبسبب اللخبطة بتاعت الارقام. اتمنى كده نكون رسالتنا وصلت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.